تحية طيبة لكم عشاق الرجاء، وحييكم أينما كنتم ضمن حلقة جديدة برنامجكم كواليس المباراة والكواليس المحيطة بمباريات نادي الرجاء الرياضي. واليوم مباراة ثمن نهائي كأس العرش أمام فريق الفتح الرباطي بالعاصمة الرباط. مباراة مهمة لكن سبقتها معطيات مثيرة، فالرجاء لعبت السبت بمدينة أكادير والفتح لعبت بتونس عن الاتحاد الإفريقي. الرجاء الرياضي الفتح الرباطي وذهاب ثمن نهائي كأس العرش. كواليس المباراة، وصول النسور، عملية الإحماء وأبرز لحظات المقابلة نتابعها ضمن الروبورتاج التالي. إذا مشاهدينا، نهاية اللقاء بالتعادل السلبي 0 لمثلي ليتأجل الحسم لمباراة العودة في الخامس من الشهر المقبل بإذن الله بالعاصمة الرباط بملعب الفتح في مباراة قوية تنتظر النصر بعد مباراة طنجة إن شاء الله بالبطولة الاحترافية. هذه تحيات بعثة قناة رجاء تيفي من العاصمة الرباط.